تمكنت الدولة من استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار تمثلت في 1479 شقة فاخرة، 211 فيلا، 281 بناية في طور الإنجاز، 21 عقارا سياحيا، 596 محلا تجاريا، 229 عقارا فلاحيا، 23774 ملكية منقولة من طائرات وسفن وبواخر، 40203 من الشاحنات والحافلات، 821 من السيارات النفعية. كما تمكنت من استرجاع 4213 ملكية عقارية، بالإضافة كذلك إلى 213 عقارا صناعيا على غرار مصنع للإسمنت، مصانع تركيب السيارات، مصانع صناعة الزيوت في جيجل ووهران والعاصمة، بالإضافة كذلك إلى مصانع للأدوية في تسمسيلت ورغاية. كما تمثلت الأموال المسترجعة في 229 عقارا فلاحيا، ناهيك عن 425 عقارا سكني، من بينها 44 عقارا بين محلات ومواقف. كما تم حجز 23,000 ملكية منقولة، منها طائرات وسفن وزوارق، وكذلك 4203 من الشاحنات والحافلات، 236 آلة عتاد فلاحي، ناهيك عن 7,000 من السيارات الفلاحية، وكذلك حجز 6444 حسابا بنكي، بالإضافة كذلك إلى المجوهرات والأحجار الكريمة المكدسة وحتى الشركات والقنوات التلفزيونية. أما فيما يخص القروض البنكية، فأكد وزير العدل حافظ الأختام أن شخصا واحدا تحصل على قرض بقيمة 54 مليار دينار، وتم استرجاع المبلغ كاملا. وبعد مداهمة الأمن للمساكن بعض المقربين من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، تم العثور على مبالغ ضخمة من الأموال بقيمة 1250 مليار سنتيم بحوزة المدعو إسعادي صاحب سلسلة مطاعم وفنادق ومطاحن العلمة. كما تم العثور على 700 مليار سنتيم جزائري في إحدى الشقق بسطيف. كما تم العثور على مبلغ 200 مليار سنتيم في حساب فتاة قاصر، و835 مليار سنتيم في عين زال بنفس الولاية، حيث أن كل هذه الأموال هي لأقرباء أحمد أويحيى. وأضاف وزير العدل حافظ الأختام خلال التصويت على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بالمجلس الشعبي الوطني أن مسار استرداد الأموال والممتلكات المنهوبة كان على الصعيد الوطني والدولي، حيث تم استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن المبلغ أولي وهو مرشح للارتفاع. كما تم التواصل والتنسيق بين السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية والإيطالية والأمريكية. وأشار وزير العدل إلى أن العمل جار على المستوى الدولي لتتبع كيفية استرجاع هذه الممتلكات، خاصة وأن مسار استرداد الأموال عرف تعثرا وتعقيدات على الصعيد الدولي بسبب اختلاف الأنظمة القضائية. وسط زحام الكذب تظل الحقيقة تائهة، نوثق الخبر وسط زحام من الزيف.